لنتعاون جميعا ونقدم يد المساعدة لهؤلاء البسطاء، ومن لم يجد فبكلمة طيبة أو دعاء. وليش خسروا الحالة المرضية تاعو بين دماغه ورجليه؟ هو المشكل عنده بين دماغه وبين رجليه، قالك بين راس دماغه ورجليه ما يكونسونطريوش راسه مع رجليه باش يوقف هذا مكان، ما عندوش اعوجاج في يديه ولا في رجليه ولا في الذاكرة تاعو، خارق العادة الله يبارك وتهضروا معاه ولا درك هو يعبر. بابا حنا نكونوا راقدين، بابا ينوض على 6 تاع الصباح يخلينا راقدين ويروح يخدم، انا نقعدوا نلعبوا ونديروا طوايش، بابا يجيب عيان الحشيه ويعيا ويتعب ويجيب لنا قوت يومنا، وبابا هايل بزاف. بابا الدنيا كبيره 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 كبيره، بابا هو الدنيا تاعي، بابا هو حياتي. الله غلب عليا، راني حبست للاخر. هذا واش نقول لك يا ولدي، راني تعبت، هي تعبانه مخها تعب وانا اكثر منها، راني زواليه ما قدرتش ندي بنتي للخارج، اعطوني تاشيره واعطوني مصاريف على وجه الله العالي ندي بنتي نداويها، راني قاعده نشوفها تموت قدامي على وجه ربي.